تخرجت جامعة الشارقة على مدار 5 أيام الطلبة والطالبات من جميع كليات الجامعة، عدد الخريجين بلغ 2150 طالب وطالبة. واليوم حقيقة كان هو يوم الحفل للطلبة المتميزين، حيث بلغ عددهم 647 طالب وطالبة. بهذه المناسبة نبارك الطلبة وذويهم فرحتهم بتخرج أبنائهم، متمنين لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية. تحرص جامعة الشارقة في كلياتها المختلفة على تزويد طلبتها بالمهارات والكفايات العملية والعلمية، بحيث تساعد هؤلاء الطلبة على الانخراط في سوق العمل وأن تتماشى مع احتياجات العصر. لذلك بفضل الله جامعة الشارقة تحرص كل الحرص حقيقة على تزويد الطلاب والطالبات بجميع المهارات والكفايات اللازمة على المستوى المحلي والمستوى العالمي.